إذن أعزائنا الطلبة نكمل شرح اليونت الثاني Chapter 2، واليوم راح نحكي عن الضمائر الـ pronouns وراح نحكي عن الـobject forms اللي هي صيغة المفعول به. شنو يعني مفعول به؟ باللغة العربية احنا نسميهن الضمائر المتصلة. أعطيته I give him أعطيتهم I give them أعطيتها I give her أعطيني give me ضمائر المتصلة، ضمائر المتصلة، الضمائر المتصلة باللغة العربية هذه نسميها، بينما باللغة الإنجليزية نسميهم الـobject pronouns واللي هم المي والاز والهم والهير والإت والذم. خما ما تعرفون الهير للمؤنث، إذا قلتوا له هاي ما أعرفها غير إلا هسه أصعد على جسر المسيب وانتحر. بالله عليكم أحلفكم بكل يعني أحلفك بأكثر شيء عندك قيمة لك بالحياة، لا تتهاون ويا نفسك ويا المادة، هذا مستقبلك، شد حالك. والله تعب، والله العظيم تعب، بس والله العظيم بس تتخرج إن شاء الله تمر هذه الأيام تضحك عليها، توكل على الله، لا يهزك شيء، خليك بطل، خليك طالب مجتهد، اخذ النجاح وروح، شي تريد تسوي سوي، ما اريدك اطلع اول، اريدك تاخذني نجاح وخلاص، بس هذا اللي اريده من عندك، ويا رب ان شاء الله موفقين. طيب اكو ملاحظة مهمة تقول use it for baby and animals when the sex is unknown، من يكون السكس يعني النوع، من يكون النوع غير معروف، ما نعرفه مذكر لو مؤنث نقول it، يعني إذا الطفل ببطن أمه ما نعرفه مذكر لو مؤنث نقول له it. طيب هاي النقطة، هاي ملاحظة مهمة، ترى هاي ممكن تجي فراغ كل شيء تجي يعني بكيف. يقول use it for ships and countries، السفن والدول نستخدم لهن it لأنه غير عاقل، يعني ما يصير أقول شيء، أقول it. طيب ملاحظة مهمة جدا، عندما نستبدل ضمير المفعول به عندما نستبدل المفعول به بالضمير، عندما نستبدل المفعول به بالضمير، من أريد أستبدل الضمير بالمفعول به يجب ملاحظة نوع المفعول به. من أريد أستبدل الضمير، أنا أريد أبدل الضمير الاسم بالضمير، لازم انتبه على نوع الكلمة. انا عندي boys راح استبدلها بذم، طيب انا لو عندي book بما استبدلها؟ استبدلها بإت. انا لو عندي ندى استبدلها بهير. انا لو عندي احمد استبدلها بهم والى اخره. فركز على هذا الموضوع، يعني ركز على موضوع استبدال الضمائر لان هذا الموضوع مهم جدا. طيب نقطة 10، اكتب لي ملاحظة على الهوم، هي ضمير المفعول به تصاغ من الهو، هي ضمير المفعول به تصاغ من الهو. إذن الهوم هي من الهو. It is used in formal writing but in conversation as questions with whom. اكتب لي ملاحظة ويمكن أن يأتي قبلها حرف جر with whom.
طيب هذا بالنسبة لي اللي هو هاي هذا كل اللي خصها. طيب اكتب لي ملاحظة مهمة جدا. هذا تعريف الكمباوند سنتنس، الجمل المركبة. Two simple sentences are grammatically and closely related in context. هن جملتين مرتبطات واحدة ويا الثانية، مرتبطات بأداة ربط. جملتين مرتبطات مع بعضهم بأداة ربط، والأدوات الربط هم البات والآند في الغالب. هم هواي بس هو منطيك الآند والبات، يعني منطيك الآند والبات. إذن الجمل المركبة هم جملتين مرتبطات، يعني جملتين واحدة بالثانية مرتبطة، والفكرة بيهم أنه ترتبط بأداة ربط واللي هي الآند والبات. الآند مع الأشياء المتشابهة، الآند مع الأشياء المتشابهة، والبات مع الجملتين المختلفتين، جملتين المتناقضة أو جملتين المختلفتين، واحد من بعضهم الثاني. اي نعم. الجمل المركبة عرفناهم هم عبارة عن جملتين مرتبطات مع بعض، هاي خلصنا من عندها. اللي وراها وتربط بالاند والبات، وتربط هذه الجمل باند وبات. في هسه بعدنا احنا ما كملنا. طيب اذا اكتب لي وتربط ما بين الاند والبات، تربط الجملتين بالاند والبات. اكتب لي الاند للجمل المتشابهه. والبات للجمل المتناقضة. طيب يعني الصوت راح لو شنو؟ بس دقيقة دا يكتبون الطلاب. طبعا هنا مثل ما تشوف يقول لك الاند جايند تو افيرماتيف سنتنس، يعني جمل ثابتة، يعني جاك جوز داون تاون اون ساتردي، ذهب الى مركز المدينة، اند هي جوز تو ذا موفيز اون ساتردي نايت. طيب Do not join unrelated sentences. الجملة اللي ما مرتبطة يقول لك George is 20. George هو عمره، هو عمره 20، ومستر آلين is tall. هذين جمل ما متشابهات، مختلفات. احنا قلنا المختلف نستخدم له البات، اذا المتشابه نستخدم له and، المختلف نستخدم له بات. طيب شوف هنا هذين البات يقول لك doesn't like movies. بيل ما يحب الموفيز ولكنه يحب المسرح. كونسرت يعني المسرح، يعني الفرق الموسيقية وإلى آخره. طيب الآن هنا جملتين متشابهة، فلذلك راح نستخدم البات. طيب
بيل دازنت لايك موفيز، هذا الجمل المتشابهه مختلفه، لذلك راح نستخدم البات. هنا اكو موضوع عندنا اسمه الفريز. الفريز هو العباره، هذا تعريف مهم. Is a word used differently in different grammar books. الفريز هي عبارة عن تعريف، هذا نحفظه. Group of words which works together to perform a single function. هذا التعريف مال الفريز. هذا تعبير، هذا تعريف الفريز. تعريف الفريز is a word used differently in different grammar. هذا هيك مو تعريف. التعريف هذا هو مجموعة من الكلمات تستخدم معا لإعطاء وظيفة معينة، لإعطاء وظيفة معينة. هذا هي تعريف الفريز. طبعا أنواعه عندنا place phrase، عبارة المكان، هذا عبارة المكان اللي هم من أقول مثلا على سبيل المثال، من اقول in the home, in the library، هذا كليتن هذا شو اسميها؟ اسميها phrase. شنو نوع phrase؟ للمكان. ليش؟ لان تحكي عن مكان، يعني in the library، في المكتبة، in the movies، عند الفيلم، والى اخره. يعني هذا النوع الاول من الظرف يسمونه place phrase. place phrase مثلا عندي on the table، على الطاولة، near the door، بالقرب من الباب، in the box، داخل الصندوق. كل هذني ظروف. شنو نوع الظروف؟ place phrases، عبارات ظرفية. place phrases هذني لازم تقراهن، لأن ممكن الأستاذ يجيب لك سؤال عرف الفريز وذكر أنواعها، ممكن يجيب لك جمل يقول لك انطين أنواع الفريز، من يشوفها مكان تقول له place phrase. شوف يقول لك place toward، a verb go، يعني بمعنى ان هنالك افعال تجيني ويا بعض الكلمات، مثلا go home، go تجي ويا الهوم، go تجي ويا الداون تاون، go ويا تو كلاس. هذا كلش مهمات، هذني لازم تحفظها نصا. هذا الجدول راح ناخذ هسه بالتمارين. شوف يقول لك go to the library، go to the movies، go to the store، go to the country، city. هذني كلهن شو نسميهن احنا؟ هذني ظروف، phrases، عبارات، ويجون سوية. يعني go تجي ويا الهوم، اذا حطيت go to the home يجيك صفر مرتب، صفر حلو. اذا قلت له الاستاذ حلو ركز علي، ايه لشان هسه مو ملخت نفسي عليهن، بلعين قام يجعلني من كثر ما اقول لكم مهمات. فذن يسمونهن place toward، ذن يسمونهن place. إذا جتك يعني هاي الجو ويا الهوم، ذن لازم تركز لي عليهن وتحفظ ليهم حفظ. يعني إذا أنت بالامتحان قلت له go to the library غلط، لازم تقول له go to the library نصا مثل ما موجودة قدامك، تحفظها حفظ. مو قلت لك ممكن يقول لك أريد النوع، ممكن ترتيب، يعني اختيارات، مثلا we go home، لو to home، لو to the home، انت تختار له بس الهوم. ممكن يقول لك go to class، لو to class، لو to the class. مرة يحطك بيها to، مرة يحطك بيها the، ومرة ما يحطك بيها. عاد انت لازم تعرف بانه السكول وذولا هاي المجموعة، لازم تعرف بانه هاي المجموعة تاخذ to، وهاي المجموعة تاخذ to the، وهاي المجموعة ما تاخذ. كل شيء لازم تعرفها هيك. طيب هسه راح ناخذ التايم فريزز، العبارات الزمنيه اللي هم يدلون عن الوقت، وهذول هم لازم نحفظهم. التايم فريز اللي هم من هم؟ اللي هم in the morning، in the afternoon، in the evening. هنا من تجيك جمله لازم تعرف بانه الان تجيك ويا ذني وتجيك ويا ذولا. at the noon، at night، on Saturdays، ذن ركز لي عليهم. جاب من اختيارات ال و ان، يعني يقول the s
on the end of the Saturdays. كلمة الأس اللي تكون بنهاية Saturday تشير إلى أن الحدث يحدث بشكل منتظم. هاي معلومة مهمة. من نشوف أس بمعنى أن الحدث منتظم. يعني weekdays بمعنى أنه منتظم. يعني كل weekend. من أقول holidays بمعنى كل عطلة. من أقول weekends يعني كل عطلة عن كل جمعة وسبت. هيك يعني. هسه عرفنا ذني وقلنا in the morning, in the afternoon, in then هذا اني اول مجموعة من ظروف الزمان. طيب اكو مجموعة ثانية مثلا عندنا every day, every week, هذني ما راح ناخذ وياهن لا ان ولا ان. مو تجي يجيب لك جملة مثلا يقول لك تصحيح الخطأ. مثلا يقول لك I went to school in every day, on every day. غلط. كلمة every day ما يصير تحط لها حرف جر, كتبها يمك ملاحظة. Every day, every week, every year لا يستخدم قبلها أي حرف جر. لا يستخدم قبلها أي حرف جر. طيب بعد عندنا ظروف عبارات الزمان. الزمن اي نعم عندنا. مثلا عندي at 7 بينه at 7:30 morning, هذن كليتهم دائما شو نسميهن احنا, نسميهن من يجيك بالامتحان ويقول لك اذكر لي نوعهن, تقول له تايم فريزز ولا تنسى ذني ياخذن حرف الجر ذني ما ياخذن, وهذن المجموعه الاخرى اللي هم من يقول لك at 7 يعني ويا الساعه مثلا at 7:30 in the morning, at 4 والى اخره. طيب هنا اكو عندنا بهذا 16 و17 تقريبا يحجون على نفس الموضوع. بهذا الموضوع انه هنالك افعال يجون ويا حروف الجر. يعني مثلا عندي listen تجي ويا to, listen to. مثلا عندي get تجي ويا up. فيعني هو هنا منطيك مقدم عليه في الحقيقه. ان شاء الله بالفصل القادم راح ياخذهن بشكل دقيق جدا. راح اقول لك listen تجي وياها to. مثلا يجيب لك اخطاء بالامتحان اقول لك listen مثلا on, انت لازم تقول له غلط تو. جيت اب لازم تعرف بين لسن ويا تو والجيت ويا الاب والى اخره. موضوع البنكتويشن قلنا ما نقرا وغير مهم اطلاقا. موضوع البنكتويشن والبرونسيشن هاي سوالف كلها ما نقراها نهائيا. وهذه السوالف كلها ما نتقرب عليها. نجي على التمارين. تمارين ان شاء الله باكر ناخذهن. المحاضره الجايه ان شاء الله نشرح هذه التمارين.